تكنوز في تكنوز لليوم باش نحكي على شركة سامسونج اللي أعلنت عن إطلاق سوار خاص بتتبع النشاط الرياضي يحمل اسم شارم، تم تصميمه كي يبدو أقرب إلى قطعة من المجوهرات منه إلى جهاز إلكتروني. يمتلك السوار اللي وصفته الشركة بغير التقليدي قطعة مربعة الشكل تشبه قطاع الحولي، تعرض عدد الخطوات وتقوم بتنبيه المستخدم بالاتصالات الواردة والرسائل وتحديثات شبكة التواصل الاجتماعي. يقوم السوار بالتزامن مع تطبيق سامسونج هيلث من خلال الارتباط عبر البلوتوث مع الهاتف الذكي، مما يمكن المستخدمين من متابعة الإحصائيات الخاصة بنشاطاتهم البدنية عبر الهاتف. معرفة المزيد عن المسافات اللي قطعوها خلال اليوم وعدد الحريرات اللي حرقوها، وصرحت الشركة أن السوار لا يتطلب الهاتف بالضرورة كي يعمل لأنه قادر على تخزين المعلومات الأساسية كعدد الخطوات وعرضها على الشاشة حتى بدون الهاتف. يعمل السوار على ضوء LED لتنبيه المستخدم بالمكالمات أو الرسائل الواردة، مع اختيار لون الضوء التنبيه الخاص بكل تطبيق، إضافة إلى إظهار الشاشة لمعلومات خاصة بحالة شحن الجهاز وحالة اتصاله. هذا معنا في تكنوز لليوم. متابعة طيبة. تكنوز.